اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بنجومنا النهارده طبعا في يوم الجمعه الحصاد، ويعني نتكلم باستفاضه عن مباراه النهائي ما بين النادي الاهلي والوداد. بنرحب بالكابتن اسامه عرابي. كابتن منورنا. الله يخليك يا كابتن هاني، منورنا اهلا وسهلا ومشرفنا. بيك وسعيد بوجودي معاك ومع الكابتن طبعا عمرو بقى بنرحب كمان بصخره الدفاع الكابتن عمرو الحديدي. مساء الفل عليك يا عمور. مساء الفل يا كابتن هاني، ومبسوط مع حضرتك وكابتن اسامه. مباراة مهمة جدا يا كابتن أسامة كابتن عمرو، لكن خلينا الأول، أنا كنت موجود امبارح طبعا في افتتاح التجمع والتقيت بيكم، وعايز أعرف منكم اللي شفتوه هناك، ردود الأفعال بتاعتكم على افتتاح فرع أو يعني صرح جديد للنادي الأهلي في التجمع الخامس. وشفت ازاي يا كابتن اسامه، وشفت هذا الصرح ازاي، وشفت الاضافه على مستوى البنيه التحتيه للرياضه، شفت الاجواء ازاي في الاحتفاليه امبارح؟ اكيد كنت سعيد جدا زي كل الحضور اللي كان موجود، سواء لاعبين قدامى، سواء اعضاء مجلس اداره، سواء اعضاء عاديين، سواء مدعوين. بصراحه مكان صرح زي ما انت قلت، وفخر لكل من ينتمي للرياضه اولا. صحيح. في 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 مصر، لان هو اضافه لمنظومه الرياضه كلها على مستوى الدوله يعني، وطبعا بصفه خاصه لاعضاء النادي الاهلي الجمعية العمومية. والجمعيه العموميه، وطبعا جماهير النادي الاهلي. لكن ايضا انت عارف انه الانديه مش شرط كل اعضائها بيبقوا من النادي الاهلي، هو النسبه الكبيره بتبقى من النادي الاهلي. صحيح. لكن في كل الفروع هتلاقي اعضاء من انتماءات مختلفه، منتمين لانديه مختلفه. مظبوط. فبيستفادوا سواء بيستخدموا النادي في حمامات السباحه، في الالعاب الاخرى بيشتركوا الاسر المصريه بشكل عام. صحيح. صحيح. النسبه الاكبر طبعا بتبقى للنادي الاهلي، لكن هو اضافه للرياضه المصريه يعني بصفه عامه. واعتقد انت يعني يمكن طبعا انت اصغر مني، بس انت حضرت برضو من اول ما احنا كنا في الجزيره، بس طبعا. ما كانش لسه بالظبط، ما كانش اي فرع جديد. صح. شوف بقى، كان كل الفرق الرياضيه هاني بتتمرن على ملعب استادي تيتش من اول التسع سنين وعشر سنين لغايه الفريق الاول، وده واقف ورا ده عشان ينزل التمرين، والملعب بايظ. وشوف هتكلم كمان على التطور حصل بقى. صحيح. مدينه نصر ما شاء الله، ثم الشيخ زايد، واخيرا التجمع اللي هو يعني كمان كل الفروع هايله طبعا، وده كمان على تطور اكتر لانه اخر فرع اساليب حديثه بقى ونظم جديده حتى موجوده على مستوى الانديه العالميه. فاضافه غير طبيعيه للرياضه المصريه، وطبعا للنادي الاهلي بصفه خاصه. وكنا سعداء لان شفنا رموز كتيره ما كناش بنشوفها لنا فتره، سواء من اعضاء مجالس ادارات قديمه او ناس عاملين في الوسط الرياضي، او زملائنا بقى احنا اجيال مختلفه. صحيح. كانت موجوده، فهو الناس كلها كانت سعيده فعلا. يعني كان نفسنا نشوف اليوم ده، وان شاء الله مزيد من ان شاء الله. فنشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، وطبعا كل مجالس الادارات السابقه اللي كله بنى طوبه ورا طوبه، يعني من اول بقى نادي الجزيره في صحيح. وبعد كده مدينة نصر، ثم زايد، ثم أخيرا التجمع يعني.